كده كام صلاه النهار كام كده؟ تمام. كده كام صلاه النهار كام كده؟ تمام. الحمد لله، ده تتويج لكل الناس اللي بتشتغل في الوطن، والحمد لله الوطن السنه دي حصد جواز جديد كتير زمايلي جدا، وده زي ما بيقولوا حضرتك تتويج، والاهم ان هو بيجي من حزب عريق زي حزب الوفد، بيجي كمان من القراء اللي قال عليهم رئيس تحرير الوفد قراء البوابه اللي وصل عددهم حوالي 300,000، فافضل الجوائز لما تيجي من حزب عريق وايضا من القراء تبقى اكيد ليها اثر كويس. يعني الحمد لله ده تتويج لخطه تدريب وشغل كتير لزمايلي عملوه، وده اكيد في الاول وفي الاخر سكه القرع المصري. أنا